صعد ارصاد تحركت نوادر وصلت نجله وصل دكتور الاصايل محمد بن علي بن سلطان بن رشيد ولكن ارصاد على الصداره ارصاد على المركز الاول أرصاد على المقدمة الأولى على مقدمة هذا الشوط يذكرنا العام الماضي هذا الشوط مع مرحبا لغانم بن منصور بن سيف الخيارين لمن سوف يكون في هذا الموسم وفي هذا الختام أرصاد 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 مغير بن سالم بن حارب العميمي ولكن نوادر حمد بن هيام بن سالم العامري نوادر وأرصاد أرصاد ونوادر عادت أرصاد مرة أخرى سلام العين سلام سلام العين سلام على فوز أرصاد تهانينا لمغير بن سالم العميمي مشكور يا الدكتور ناصر ابن مغير على هذا الفوز المركز الثاني ايضا يا بن سالمين هذه عسيلة هذه عسيلة ولكن مثيرة مثيرة ومبروكة مثيرة 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 يا سلام يا سلام يا سلام سلموا لي على العميمي سلموا لي على العميمي يعل دارك حياء يعل دارك حياء يا سلامي عليك يا سلامي عليك المرة الثانية صباح النواميس صباح الفخر والاعتزاز صباح السعد يا وجه السعد هذه مثيرة هذه مثيرة هذا ابو سالم هذا مغير بن سالم بن حارب العميمي سلامي عليك هذه لحظات الوصول مع هذه الإثارة ومثيرة النواميس صباح التحديات والإثارة المركز الثاني ما شاء الله المركز الثاني اللي ما المركز الثاني المركز الثالث مشاغب محمد بن سالم بن حبروت الاكتبي ولكن مطلوب مطلوب هو المسيطر مطلوب عليك الشوط الاول يا ابو الاميره عبد الله بن عامر اللحافي يتابع لنا المساري والانطلاق مع مقدمه الشوط هو المسيطر هو المبدع حتى هذه اللحظات يسيطر بالناموس يهدي ابناء السلطنه يهدي ابناء اليزع هذا الفوز الكبير هذا الفوز العظيم في ختام الختاميات سلام مطلوب سلام سلام علي بن عامر بن حمد اليحافي والتهنئة لعبد الله بن عامر اليحافي واسعد الله صباحكم أبناء السلطنة سلام السلطنة سلام سلام الإزع سلام مطلوب يهدي أهالي السلطنة ويهدي علي بن عامر بن حمد اليحافي هذا الناموس كبير سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد بن مروشد بالاداء الكبير بالاداء المميز يقترب من الناموس ويقترب من الفوز والانتصار مع فارس يا سلام الله على هذا الاداء الله على هذا العرض المميز الكبير اللي قدم لنا بن مروشد وشعار بن مروشد الحاضر بهذا الصباح مع رابع يا شواطنا للقعد سلام سلام وتحية واحترام على هذا الإبداع على هذا الفوز على هذا الانتصار تهانينا لك يا بن مروشد يا من قدمت لنا فارس بالعروض الكبيرة والمميزة المركز الثاني كان شاهين المظفر بن محمد الأخيرة والخطيرة يا سلام قوت ومحنة محنة وقوت بمتلع وبمتعب يا سلام لمن الناموس ولمن الفوز والانتصار أبناء الساد ينطلقون مع المركز الأول مع محنة البوابة 11 متعب بن حمد متعب العامري من يقدم لنا محنة وعادة قوت ولكن محنة محنة الأقرب إلى الناموس الأقرب إلى الفوز والانتصار يا سلام على هذا الأداء يا سلام تهانينا تهاني والناموس لمالك محنة متعب بن حمد بن متعب العامري على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني قوت علي بن متلع بن مسلي المقاطي العتيبي والمركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام الحذرة حمد بن هياب بن سالم العامري والمركز الرابع يا
هنا المركز الثاني اللي قادمه سحابه محمد بن علي بن سعيد بوشارب، ولكن الى اهالي مرقم، الى اهالي مرقم، سلام يا مرقم، سلام سلام يا الصعب، سلام، تهانينا على هذا التلق وليس بغريب على تلق شعار الصعب هنا على البدايه الاولى عندما يندفع وياتي بالنوعيات الفاخره، ياتي بالنوعيات المميزه، ليس بمستغرب على هذا. ايضا الشعار الناموس هناك، ايضا عبد الله بن سلطان الغفيلي من يديرها في عمليه التدريب والتضمير الى مرغم الناموس، تهانينا. المركز الثاني القادمه هنا في هذه اللحظات الشايبه سالم بن عامر راشد المدهوشي، المركز الثالث. لمن الفوز؟ لمن الانطلاق؟ يا سلام يا سلام، بن كنيش الهاملي وبالمتعافي المنصوري انطلقوها للوثبة، اندفعوها للوثبة، ولكن شوف الهجوم، الانطلاق، هذا شعار بن كاسب بدأ يهاجم على المركز الثالث، ولكن وين يا اخواني، وين الفوز مع بن كاسب في اللحظات الاخيره؟ يا سلام، يواصل ابداعه هناك بشعار مسبح بن كاسب بن خليفه المسافري، سلامي والله عليك يا بن كاسب، سلام مع شاهين تهانينا والناموس. المركز الثاني حمد بن سعيد. من الجانب الاخر، الهجوم الاخر، التحدي المثير هنا مع اللحظات الاخيره، وصل ايضا ربشان لسعيد بن عبد الله بن عيد الكتبي، وتحرك بالمركز الثالث الغزال محمد بن راشد بن حمود الكتبي. اللحظات الاخيره، شوفوا لابن حموده قادم بالمركز الرابع، يقدم لنا شعاره، يقدم لنا شعاره، بن حموده، بن حموده مع ليث علي، بن حموده، بن علي الظاهري، 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 ظهر الظاهري بظهوره المشرف كالعادة، كالعادة، علي بن حمودة بن علي الظاهري. لكن اللحظات الأخيرة هناك مع اندفاعة وشام ماهر بن سالم بن سعيد الجحافي. يا الحامري روح مع هماليل، مع هماليل، الحروق قادمه، قادمه بنحو ظل قادم، ولكن هماليل، هماليل، اصمد يا الحامري، اصمد، اصمد يا الحامري، اصمد. طارت هماليل بالفوز وبالانتصار، مبارك بن محمد بن وريقه العامري، يقدم لنا هماليل، هماليل السعد، هماليل الانجاز، هماليل البطولات. ومشكور يا عبيد، يا بن سويد، يا الجحافي، سلام وتحية واحترام هماليل بالانجازات. المركز الثاني الحروق سعيد بن محمد بن مبارك. القادم في هذه اللحظة مقدما، مقدما فال، فال حنزام بن زيد انزيله القادم، لكن اعود مع ال 400 متر الاخيرة، بن خالص، بن خالص، بن خالص على المركز الاول، بن خالص وبن فالح وبن سرود اللحظات الاخيرة، بن خالص، بن خالص، راعي، راعي من يتقدم مع ارجوان، ارجوان والعالم، لكن العاصمة، العاصمة اللحظات الأخيرة، شوط المهجنات الأصايل، الإذاع إلى 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 مدينة العين. مشكور يا سالم يا المخيبي على المتابعة. ها هي العاصمة تعلن الفوز والانتصار بشعار فالح بن ياسر بن فالح الشامسي. لكن
شوف شوف اللي واصل، شوف اللي واصل، شوف اللي غير، شوف اللي مر مرور الكرام. شاهين سعيد بن علي بن عبيد بن رشيد بن رشيد بن رشيد بن رشيد الاكتبي يقدم الدمعة الشاهينية في الـ400 متر الأخيرة. يا سلام يا سلام يا هذا الانطلاق الكبير، يا هذا الإبداع المستمر اللي يقدم شاهين سعيد بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي. الله، مع هذا الانطلاق المثير، مع هذا الإبداع المتميز، سلام 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 بن رشيد، سلام على هذا الانطلاق، على هذا العرض المثير والرائع. تهانينا والناموس المركز الثاني اللي أتانا. مع ايضا العقربي العقربية احمد بن محمد بن روية الخيالي الخيالي، ولكن عقدها بن عقيدان، عقد الفوز وراح الى السلطنة، راح الى اهالي جعلان بن ابو حسن والى اهالي فلي. المشايخ يستاهلون الفوز، يستاهلون الانتصار مع هذا الانطلاق الذي يقدمه شاهين مع الصدارة الأولى. حاتم سعيد بن عقيدان العويسي، ومشكور يا عبيد يا بن حمد يا العويسي اللي الضمره ينتزع الفوز والانتصار ولحظة وصوله الى خط النهاية. بينما في المركز الثاني العقربي لأحمد بن محمد بن روية الخيال المركز قادمة هنا مع الـ500 متر الأخيرة، ونعود إلى ود على الصدارة، ود على المقدمة، ود على صدارة هذا الشوط. من تنطلق بالفوز، تنطلق بالناموس، تنطلق هنا بهذا الأداء الجميل الجميل. هي ود على الصدارة، تهميمة بن مطر بن عنودة العامري، سلام مدينة العين، سلام سلام على هذا الأداء المميز الجميل. ها هي ود على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول، معلنة الفوز ومعلنة الناموس. تهانينا تهانينا لطهميمة بن بطر بن حنودة العامري على هذا الفوز المميز الجميل ورحبة الوصول إلى خط النهاية. الحذر عبد الله بن محمد بن حمد الدرعي ثانيا وفي المركز. هاجمين وقادمين، هاجمين وقادمين، ولكن بالرمل يخذوا اليديد. الآن بدأ يحرك الحديدة، بدأت تتحرك، بدأت تتحرك الدانة، ما شاء الله. شوف المركز الثاني، شوف لي المركز الثاني القادمة، سالم بن سعيد بن منانة، سالم بن سعيد بن منانة، من يتقدم مع سيوف سالم بن سعيد بن منانة، ولكن بالرملي بالرملي هذه قامت راس وانتهت راس واستلمت الناموس. أو سلام يا أهل الوقن، سلام سلام للبرملي، سلام سلام للمصانع الجنوبية، سلام سلام يا برملي، سلام. انهني على فوز الدانة بالمركز الأول سهيل برملي بن محمد العامري. المركز الثاني وصلت غارة وعبد الله بن سعيد بن مصبح النعيمي. المركز بن مبارك بن مسفر الشهواني، ولكن القادمة، ولكن المتقدمة في هذه اللحظات مصيحة أحمد بن سلطان بن سيف المنصوري، والسرية طارت، السرية أقلحت باللحظات الأخيرة. حمد بن ضعيف بن غدير الكتبي، أبناء مرغم، أبناء مرغم، أبناء مرغم، روح يا أبو راشد. اللحظات الأخيرة هنا التقدم بدأ من مصيحة أحمد بن سلطان بن سيف المنصوري، هنا اللحظات الحاسمة إلى مرغم، إلى مرغم، إلى النواميس، إلى أبو راشد. سلام بضعيف، سلام، تهانينا إلى حمد بضعيف بن غدير الكتبي، والتهني إلى سعيد بن هدوب العمري على هذا الأداء. بينما في المركز الثاني بصيحة أحمد بن سلطان بن سيف المنصوري.
التحديات. جولة الأوامر الأخيرة على 400 متر الأخيرة والخطيرة. الهنوف بدون أي أوامر عصاها في الأبطال، ما شاء الله تبارك الرحمن. تنطلق الهنوف بهذا الشعار الكبير المجازف، يقدم لنا عوايد محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، ولكن الهنوف طارت، الهنوف غادرت، الهنوف بهذا الناموس الكبير، بهذا الناموس المشرف. في ختامي الوثبة الأسماء قادمة، الشعارات قادمة، ولكن بالعوضي سعادة محمد بالعوضي بن يحيى المنهاري. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، فوز الهنوف ولحظة وصولها إلى خط النهائي المركز الثاني همس بشعار منصور بن ناصر بن سرود الخيالي، والمركز الثالث. قادمة أسيل 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 عمر بن عبد الله بن مطر بن هذا لقتبي من يقدم أسيل. الله الله الله، أحد أيضا المشاهير في شيش المدياب يقدم هذا الأداء. الله، ولكن هناك الشهامة على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول، تسيطر على زمام الأمور. مبارك بن سهيل بن مبارك لقتبي من يقدمها على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول هنا وصدارة هذا الشوط. سلام للعاصمة أبو ظبي، سلام على هذا الأداء الجميل هنا وهذه التحديات مع الشهامة. مبارك بن السهيل بن مبارك نكتبي على هذا الفوز. شكرا محمد بن سلطان المالكي من قدمها، بينما أسيل عمر بن عبد الله بن مطر بن هذا نكتبي. تابع مزون مبارك بن خليفة بن زاهر الخيلي، ولكن بالعوضي 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 يقدم لنا شعاره الكبير، يقدم لنا شعاره الخطير، ولكن ايضا ادينوك ادينوك خطيرة لتتحرك مع المركز الثاني. يقدم لنا سند بن محسن بن بخيت بن حفيظ المزروعي، متعبة هي القادمة. سعيد بن الصاب راح الطير العامري، ولكن بالعوضي بالعوضي يقدم لنا شعاره، يقدم لنا سفاره سعادة محمد بالعوضي بن يحيى المنهالي. سلام على الفوز والانتصار الكبير والمميز. يقدمون الابداع، يقدمون الامتاع، ولكن مهيض 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 تحرك بالمركز الثاني وتقدم بشعار محمد بن سعيد بن عبيد المزروعي. فعلها فعلها مهيض، وهيض المشاركين، وهيض المشاهدين، وهيض المعلقين ليكون متصدر هنا مع هذا الاندفاع. يا هل الجعدان خلاكم مهيض في مكان كلكم ما ترغبونه. انطلق مهيض وسيطر على المركز الاول. تهانينا لمحمد بن سعيد بن عبيد المزروعي، تهانينا ايضا لسعيد بن عبيد المزروعي الداعم الرسمي لهذا الشعار. المركز الثاني وصل. الرشيد يا بن رشيد يا بن رشيد قادم بكل قوة، يقدم لنا شعاره، يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات. ساهر وأحمد بن سلطان بن رشيد، ولكن بالنخيرة بالنخيرة محمد بن سهيل بالنخيرة العفاري مع شاهين مع شاهين غادر بالفوز، غادر بالانتصار. الله عليك يا العفاري يا العفاري من قدم شاهين وغادر بالفوز والناموس. سلام وتحية واحترام مالك شاهين على هذا الفوز والانتصار. محمد بن سهيل بن خيرة العفاري المركز الثاني. أتساءل
الله الله، بدأت الأسماء، بدأت المعركة. غزلون 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 الميدان، تنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. وصدورة هذا الشوط عبيد بن سعيد بن منانة لقتبي، من تنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. وصدارة هذا الشوط هنا من يقدم هذا الانطلاق والتحدي الجميل، شكرا أبو أحمد من يقدمها، مسلم بسلطان أيضا الزرعي من يتابعها بهذه الانطلاقة. ها هي غزلان، تهانينا تهانينا لداعم هذا الشعار سعيد بن منانة بن أدي الركتبي. سلام مدينة دبي، سلام زعبيل، سلام على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني وسلام. خالد بن عبد الله العطية هنا على المركز الثاني، القادمة القادمة بهذه اللحظات الراسية، عامر بن طفلة المري ياتينا بهذا الأداء. دبي هناك، مبارك بن سعيد بن سالم الزرعي، وأيضا تقدمت في هذه اللحظات، تقدمت ألا وهي أرزان سعادة وثيرة، مثيرة مثيرة مثيرة، هذه هي مثيرة. محمد بن حماد بن سالم الكتبي يتقدم بانطلاقة مثيرة، مثيرة مع الإثارة الأخيرة، هذه هي مثيرة هذه هي مثيرة. سلام يا راعي مثيرة، سلام، تهانينا إلى محمد بن حماد بن سالم الكتبي، سلام الهير، سلام على هذا الأداء الرائع. المركز الثاني يذهب إلى حضور موقع محمد بن خالد عبد الله العطية. أنا أشهد أن من طرب غنى وغنيت أنا اليوم طرباني رجل الوطن، ما دخر غنى منا منا أن العمر فاني، يا ما كتبنا ولحنا في الدار عاد باتنا الحاني، من دونها ما تحصنا في حكمة الإنسان يحصن.